حمدي مصطفى بيقول صباح الخير برنامج بلدي، صباح الخير والازدهار يا مصر، بس أنا شايف إن الكبار بيتقاسموا هذا الرقم مع الصغار، الرقم اللي كنا قلناه لحضراتكم اللي هو 2 مليار لاعب أو 2 مليار شخص بيلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية. مركز معلومات مجلس الوزراء عمل تقرير معلوماتي عن هذه الألعاب الإلكترونية ومراحل تطور الألعاب دي وعدد اللعيبة على مستوى العالم وأيضا إيرادات الألعاب الإلكترونية ومخاطرها والإجراءات اللي بتتبناها الدول لمواجهة خطر إدمان هذه الألعاب. والحقيقة أن قراية التقرير وضحت الكثير من المعلومات اللي ممكن البعض يشوف أنها معلومات خطيرة، يعني مثلا في أكثر من 2 مليار شخص في عام 2020 مارسوا هذه الألعاب على مستوى العالم، ومن المتوقع أن العدد حيزيد في سنة 2023 لأكثر من 3 مليار شخص. أرقام ضخمة جدا جدا. إحنا معانا دلوقتي الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور، وأظن عندك مساء الخير، مظبوط؟ مظبوط، صباح الخير أستاذ حسين، صباح الخير أستاذ جمينة. الرقم ضخم، لكن ما نقدرش نقرأ الرقم ده إن هو خطر أو غير خطر، لأن بتتفاوت خطورة الألعاب وتأثيرها على البشر أو على لاعبي هذه الألعاب. فعايز أعرف من حضرتك رؤيتك في البداية لهذا الأمر، هل انتشار الألعاب الإلكترونية شيء طبيعي لأن الألعاب بتتطور من ألعاب كانت موجودة قبل كده زي مثلا البلياردو، البينج بونج، الألعاب الرياضية، ده شيء طبيعي تطور التكنولوجي، ولا هناك شكل من أشكال الخطورة بممارسة هذه الألعاب في رأي حضرتك؟ هو الألعاب الإلكترونية موجودة من زمان، يعني الألعاب الإلكترونية موجودة من الثمانينات، من أيام ما كان الأتاري أشهر حاجة كانت موجودة تقريبا، وفي ألعاب كتير إلكترونية وبدأت تتطور مع تطور الكمبيوترات نفسها، وبدأ يبقى في أجهزة خاصة للألعاب من أيام الجيم بوي والجيم بير، وبعد كده تطورت للنينتندو والأجهزة زي إكس بوكس وال بلاي ستيشن. كل الحاجات دي يعني التطور بتاعها أخد وقته. عدد الناس أو عدد اللعيبة أو عدد الاهتمام بالألعاب الإلكترونية في كل مثلا الأربعين سنة اللي فاتوا ما كانش زي آخر خمس سنين. في آخر خمس سنين حصلت طفرة فظيعة في سوق الألعاب الإلكترونية وبقت صناعة مستقلة، لأن بقى فيها كمية فلوس بتوصل للصناعة دي، يعني بيتقال إن هو سوق ب 200 مليار دولار، يعني السوق ده فيه 200 مليار دولار. لأن الموضوع بس مش شوية ناس عمالة بتلعب ألعاب، لأ ده في دلوقتي مسابقات، في اللجنة الأولمبية بدأت تفكر إن هي تدخل الألعاب الإلكترونية كجزء من الأولمبيات، وفعلا دخلت ده في الأولمبيات اللي فاتوا في حاجة موازية للأولمبيات الصيفية أو دورة الألعاب بتاعة طوكيو، بحاجة اسمها اللي هي الألعاب اللي سلسلة الألعاب الافتراضية، ودخلوا خمس ألعاب عشان يبدأوا يجذبوا ده، لأن في صناعة اللي هي اللي بيسموها الإي سبورتس أو الإلكترونيك سبورتس أو الألعاب الرياضات الإلكترونية، بدأ دلوقتي يبقى ليها فرق، والفرق دي بتشتغل بنظام زي فرق الكورة العالمية، بيبقى ليهم نظام غذائي، نظام نوم، نظام تدريب على الألعاب، بتوصل لخمسين ساعة أو أكتر في الأسبوع إن هو يقدروا يلعبوا، وبيبدأوا يخشوا منافسات عالمية، والمنافسات دي بتوصل مجموعة جوائزها لخمسة وعشرين مليون دولار في المسابقة الواحدة. فالموضوع بقى كبير جدا، بقى يعني دخل في حتت كتير وأجزاء كتير قوي. طيب دكتور سلمان، يعني بعد التحية، إحنا دلوقتي أمام سيناريوهين. الحقيقة حضرتك تحدثت عن أنه الألعاب الإلكترونية يعني مش سيئة للدرجة اللي ممكن يكون الناس عندها تخوف منها، بالعكس أنه في بعض الدول دلوقتي بتحاول أنها تستفيد منها
وتدرجها زي ما حضرتك قلت ان ليها بطولات وبتحقق ربح. طيب احنا امام سيناريوهين يا فندم، يعني كوريا الجنوبيه مثلا شايفه انه الاطفال اقل من 16 سنه في قانون يمنع الاطفال اقل من 16 سنه ان هم يلعبوا هذه الالعاب مثلا بعد منتصف الليل، وبتحاول تقنن الالعاب الالكترونيه على قد ما تقدر. وفي سيناريو اخر او في مثال اخر وهو الولايات المتحده اللي شايفه انه هذه الالعاب ما فيش منها اي ضرر. مظبوط كلام حضرتك، مظبوط ان فعلا في بعض الدول بتبقى متشدده جدا في الناحيه دي، وفي بعض الدول متساهله بيبص لها بنظره راسماليه، وفي ناس بتبص لها بنظره المجتمعيه وازاي الاهتمام بالمجتمع اكتر والمبادئ بتاعتهم وحاجات زي كده. بس تعال نقول لحضرتك يعني او نقول للناس ان الالعاب الالكترونيه زي اي حاجه ليها مميزات وليها عيوب. ايه المميزات اللي هي ممكن تكون موجوده؟ في دراسات مثلا اتعملت ان الالعاب الثلاثيه الابعاد في سن معين والنشء وهو بيكبر بتزود مدى الذاكره، حجم الذاكره، ودي دراسه كانت اتعملت في جامعه كاليفورنيا في 2013. في دراسه ثانيه كانت اتعملت في جامعه اوكسفورد ان الناس اللي بتيجي في حوادث السيارات اللي بيدوا لهم العاب الكترونيه زي التاتريز اللي هي اللي فيها اللي بيجمع صفوف، لعبه شهيره جدا يعني، بتقلل من الـ يعني الـ الضرر اللي حصل لهم نفسيا. ففي حاجات بتبقى كويس. ايه الحاجات السلبيه؟ في سلبيات كتير طبعا ما نقدرش ننكر، يعني مثلا بيبقى في تنمر، لان معظم الالعاب دلوقتي فيها تشات وبيبقى في تنمر فظيع لدرجه ان في ناس بتقول يعني اما اتعمل دراسه من منصه اسمها يونيتي، ويونيتي دي هي يعني محرك العاب بيتبنى بيه تقريبا 50% من الالعاب اللي موجوده دلوقتي سواء على الموبايل او على الكمبيوترات او على منصات كتير. عملت دراسه لقت ان 7 من كل 10 بيلعبوا بيقولوا ان هم تعرضوا لتنمر فظيع. 7 من كل 10، نص العدد ده ساب اللعب خالص. في حاجات اخطر من كده، في لعبه مثلا زي اللي هي جي تي اي اللي هي جراند ثيفت اوتو، حصل من اسبوع بالظبط هنا في امريكا في اريزونا ان في واحده اتقبض عليها ومعاها 60 كيلو جرام من مخدرات في عربيتها، مهرباها من المكسيك لانها اتعرفت على واحد من المهربين بتوع من المكسيك، واقنعها ان هي تاخد المخدرات من على الحدود وتوديها لامريكا. غير طبعا اللي هو الناس بتوع داعش اللي كانوا بيقدروا ان هم يعملوا ريكروتينج او ان هم يشوفوا ناس تنضم ليهم عن طريق لعب زي كول اوف ديوتي وحاجات والعاب ثانيه. دكتور سلمان، حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا جدا. في جناح تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه وله رايه، وفي الاغلب الظن بيكون تابع للحزب الديمقراطي، شايف وعنده بعض من الاستنادات العلميه بيقول ان هذه الالعاب اللي فيها استخدام اسلحه بيزيد من العنف في شوارع الولايات المتحده الامريكيه، خصوصا ان في التراخيص لحمل السلاح لكل المواطنين في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه، فدوله فيها الناس تقدر تشيل سلاح زي ما هي عايزه، في نفس الوقت ما فيهاش رقابة على الألعاب العنيفة اللي بيكون فيها شباب زي جي تي اي جراند ثيفت اوتو والعديد من الألعاب الأخرى الناس فيها بتستخدم سلاح، فده بيزود العنف، وده اللي خلانا نشوف في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الحوادث ان في شباب ومراهقين بيدخلوا على مدارس او مولات تجارية وبينفذوا فعلا حاجات اشبه باللي بيمارسوها في هذه الألعاب. مظبوط، ويعني هو في دراسات طبعا كانت طالعه كانت بتقول ان يعني ما فيش علاقه واضحه ما بين الاثنين دول علميه، لكن في الواقع وفي الحقيقه يعني في حاجات وفي ادله بتقول ان في حاجات عكس كده. مثلا الشخص اللي كان موجود في نيوزيلندا اللي دخل في جامع كذا جامع بمدفع وكان معاه كاميرا وبيصور بنفس طريقه الالعاب بتاعه الفيديو جيمز وبيتكلم بنفس الطريقه وكل الخطوات وعامل بس حي زي بتوع الالعاب،
وبيغير السلاح وبيعمل كل حاجه بنظام العاب اللي هي حتى التصوير كان شبه نفس التصوير اللي بيبقى في الجيمز. اي بالظبط بالظبط نفس التصوير وبنفس الطريقه. العرض اللي كان محطوط كان يعني كان حاجه فظيعه وحاجه مرعبه، يعني ان هي ان حاجه زي كده اتاخدت واتعملت بالمنظر ده، خصوصا ان احنا داخلين على الزمن بقى بتاع الواقع الافتراضي، وان مش بس الواقع الافتراضي اللي هو الحقيقه الافتراضيه اللي هو يبقى الجزء قدامي حي وجزء من الفيديو جيم. طيب دكتور سلمان، يعني انا اسفه طبعا لمقاطعه حضرتك، لكن يعني عشان برضو نقدر نوصل للساده المشاهدين، يعني زي ما حضرتك قلت هذه الالعاب هي العاب، هي سلاح ذو حدين، يمكن الاستفاده منها ويمكن ان تشكل خطر في نفس الوقت. ازاي نقدر نواجه يا فندم سلبيات هذه الالعاب؟ في شركات مثلا دلوقتي بدات ان هي تبث يعني كميه فلوس كبيره عشان يقدروا يعملوا ذكاء اصطناعي يقدر ان هو يحدد ايه اللي مثلا الحاجات اللي في التشات بتاعت الالعاب او اللي في الكلام اللي موجود اللي الناس بتتكلمه سواء فويس او كتابه، يقدر ان هو يحلل الكلام ده في الوقت الحي وقت ما هو بيحصل، ويطلع اي لاعب او يديله انذار لو الموضوع بسيط، او يطرده تماما من على اللعبه اذا في تنمر او في تجاوز غير مقبول. فدي حاجه بدات فعلا، والمفروض ان هي في خلال السنتين الجايين هتبقى موجوده في كل الالعاب اللي فيها تشات. الحاجة التانية إن بدأت فعلا شركات زي أبل زي جوجل يعملوا حاجة اللي هي اسمها سكرين تايم، اللي هي أنت بتحدد الوقت للطفل بتاعك قد إيه يقدر يلعب، بعد كده الجهاز بيقفل يقول له مش مالكش أكتر من كده، مالكش بعد كده. لو الكلام ده للكبار بس بيديلهم تقرير، خلي بالك انت قعدت على الألعاب دي أو الأبليكيشنز دي مدة الساعات دي في الأسبوع، الوقت ده يعني يعتبر كبير او زاد عن الاسبوع اللي فات قد ايه، وبالنسبه للاطفال ممكن يقفلوا تماما. ففي خطوات بتعملها الشركات، وطبعا رقابه الاهل مهمه جدا طبعاً، يعني لو بنتكلم على الاطفال. طبعا بكل تاكيد. احنا طبعا بنشكر حضرتك دكتور احمد سلمان، استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعه جيمس ماريسون بالولايات المتحده الامريكيه، بنشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات. وتبقى في الاخر او يبقى في الاخر يعني الحل الوحيد هو الرقابه على اولادنا، واحنا الكبار اللي بنلعب برضو لازم ناخد بالنا ونبقى يقظين جدا، لان احنا شفنا كوارث بتحصل بسبب هذه الالعاب. وحتى اذا كان في قوانين، فالقوانين هي في الاصل هي للتسيير مش للمنع، هي تسير العمل بشكل يناسب المجتمع مش تمنع، هي لأن في الآخر ما ممكن حد يمارس هذه الألعاب ويكون عنده من رجاحة العقل أو ممكن لا يتأثر، وله الحق إن هو يمارس هذه الألعاب، والسيطرة عليها صعب جدا لأن السيرفرات موجودة في حتة بره مصر، فإحنا مش هتقدر تمنع اللعبة زي مثلا لما الناس بتقول إحنا هنمنع اليوتيوب. اليوتيوب ما هي منصة موجودة على الإنترنت، فالناس هتخش تتفرج، لها الحرية إنها تتفرج. فهو الأصل في القوانين هو السماح و تقنين الشكل في الممارسة. فإذا كان يجب على أي دولة أو أي أسرة وهي النواة الأساسية، فيجب على الأسرة المتابعة عشان تخرج طفل من هذه الأسرة عنده رجاحة عقل، مش يبقى فيه منع في الإطلاق، لكن تقنين إيه اللي ينفع للولد أو إيه اللي ينفع للبنت في هذا السن وإيه اللي ينفعهم في السن اللي بعده، لأنه يعني في الآخر ممنوع مرغوب. بالظبط بالظبط.